للمزيد من المتابعة حول كلمة الرئيس السيسي بهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العليا. سيادة اللواء أرحب بك. أهلا بحضرتك ومتابعين الشعب المصري كله بخير. نعم. الأيام العظيمة والمجيدة. نعم سيادة اللواء، يعني كيف قرأت هذه الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرسائل الموجهة من خلالها؟ لا الحقيقة السيد الرئيس النهاردة يعني أكد على نقطة مهمة جدا، أن ثورة 23 يوليو هي الثورة التي أسست وتؤسس للجمهورية الأولى، والجمهورية الجديدة هي استمرار لهذه الثورة، ثورة 2 بما وبما مرت به من أحداث انقسام، ويعني قاومت ونجحت في مواجهة كافة التحديات وكافة المخاطر والتهديدات التي واجهت مصر خلال هذه الفترات الزمنية الكبيرة منذ 70 عاما مضت، النهاردة 71 عام على هذه الثورة. نعم. وأكد على أن مصر دائما يعني هي الثورة هي مصدر الإلهام للصوت الوطني، اهتمت بالفلاحين وبالعمال وحققت العديد من الإنجازات في جميع المجالات، اهتمت وكانت التنمية تفوق يعني إن لم تكن في المقدمة بين دول العالم، ولكن الظروف التي كانت توضع دائما والعقبات التي كانت تزرع في مواجهة هذه الثورة والتي عانى منها الشعب المصري كانت ظروف قوية، ولكن بقوة وإرادة هذا الشعب تمكن من عبور كل هذه واقتحام كل هذه المصاعب وتحقيق الأهداف المطلوبة في هذا الدول. نعم. ثورة يوليو 52 قضت على الإقصاء ورأس المال، سيطرة رأس المال، وعلى الاستمرار الاستقلال لمصر وجلاء الإنجليز، عاد بعودة قناة السويس أحد الشريين الاستراتيجية الهامة، أقامت وأنشأت مشاريع قومية ضخمة، أمواج السد العالي، مصانع الحديد والصلب، الألومنيوم، يعني الحقيقة كان لها يعني باع طويل وقوي في بناء الجمهورية الأولى المصرية. وبالتالي ما يتم الآن هو استمرار لهذه الثورة، يعني اعتمادا على عزيمة وقوة إرادة شعبنا المصري دائما في مواجهة الأزمات التي يمكن أن يتعرض لها وتخطي كل هذه الأزمات والمخاطر التي يمكن أن تواجهها. نعم. لدينا حروب متعددة في أماكن مختلفة، ولكن الحمد لله أعدنا بناء القوات المسلحة في أزمنة قياسية، وأمكننا تحرير أرضنا بالكامل، كامل تربنا الوطني، ونقيم الآن يعني وما تشهده البلاد الآن من أعمال تنمية في كافة المحاور وكافة الاتجاهات. وأكد سيادته على أهمية الاهتمام بالتعليم والصحة، وهم دول الأساس في بناء الإنسان، بالإضافة طبعا إلى الوعي، وده شيء مهم جدا، لأن بناء على هذا الوعي بيتم مواجهة كافة هذه الصعاب بعزيمة وبإصرار، ويمكن أن نتخطاها، وإن شاء الله نتخطى كل هذه المصاعب بإذن الله. سيادة اللواء، يعني كيف تشابهت أهداف ثورة 30 من يونيو مع ثورة 23 من يوليو في بعض النقاط ربما، ويعني كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث عن جمهورية جديدة امتداد للجمهورية الأولى، لكن بالتأكيد مع متغيرات مختلفة تتواءم مع تحديات العصر؟ وأخطر هذه المتغيرات هو كان اختطاف، محاولة اختطاف مصر بواسطة جماعة إرهابية تحت ستار الدين، وكانت هذه الجماعة مدعومة دعما خارجيا سواء من أجهزة مخابرات دولية أو من دعم دولي، ولكن الحمد لله أمكن مواجهة كل ذلك وإذاحة هذه الجماعة الإرهابية من الحكم ومن السيطرة على البلاد، وده كان بتكاتف وتعاطف والتآزر دائما زي ما تعودونا في ثورة 52، الشعب نزل وراء أبنائه من رجال القوات المسلحة الذين قاموا بالثورة، لهذا التوقيت وقف الشعب بالملايين خلف قواته المسلحة ودعمها، ووقفت القوات المسلحة دعما وظهيرا قويا لهذا الشعب، وأمكن بالتالي إزاحة هذه الغمة في هذا التوقيت. وإن كانت قد أخذت من القوات واستنزفت الكثير من مواردنا، إلا أنه الحمد لله
أمكن نتخطي هذه العقبة. ونحن الآن نسير في الاتجاه الصحيح، اتجاه التنمية، ويعني نرى أن المعدلات التي تتم أو تقوم بها أو نراها على في الأفق عموما بصفة عامة، رغم وجود أزمات خطيرة جدا موجودة حولنا في العالم، سواء كانت في حروب في دول زي الأزمة الأوكرانية أو الكوفيد أو الكورونا أو ما يحيط بنا من الحقيقة يعني في الدول الجوار المباشر من مخاطر أو من تهديدات أو تحديات، لكن رغم كل ذلك الحمد لله مصر مستمرة وتسير بخطة ثابتة كلها عقلانية وكلها رشادة الحقيقة في كافة المجالات، حتى مع أخطر ما يهدد مصر سواء كان حتى في حقوقها التاريخية في الحياة في قارة أفريقيا. نعم سيادة اللواء، ثورة 23 من يوليو كيف أسست لمصر جديدة وربما جعلت لها مكانة مختلفة بين دول العالم، وكانت نموذج للتحرر من الاستعمار، مساهمة في دعم كثير من الدول الإفريقية وفي مساعدتها أيضا على التحرر من الفكر الاستعماري ومن وجود الاستعمار في هذه الدول؟ هي كانت مثلا يحتذى به، وكانت دائما في الطليعة، وقدمت الدعم لجميع قوى التحرر في العالم في هذا التوقيت، سواء كان في المنطقة العربية أو في الإقليم في قارة إفريقيا أو في العالم، وقادت مع مجموعة من الدول زي الهند ويوغوسلافيا عندما أقاموا مجموعة عدم الانحياز التي كانت تسير أو تسير في اتجاه حوالي 100 دولة بتدعم الجهود المصرية، وده طبعا يؤكد بالقوة المتانة والعلاقات القوية التي كانت تتمتع بها مصر والنظرة العظيمة الذي ينظر بها العالم إلى مصر. وبالتالي الحقيقة كانت هذه الفترة فترة غنية جدا قوية جدا، دعمنا في المنطقة العربية بالكامل معظم الدول العربية معظم الدول الأفريقية، وقدمنا الدعم السياسي والدعم المعنوي والمادي لكل هذه الدول، وكنا مثلا يحتذى به، وهذا ما نتطلع إليه الآن أن نعود مرة أخرى لنتخذ مكاننا أو وضعنا الطبيعي بين شعوب المنطقة والقارة والعالم. نعم، مفهوم العدالة الاجتماعية سيادة اللواء كيف تبلور على مدار هذه السنوات 71 عاما؟ كيف تبلور هذا المفهوم، خاصة أن مفهوم العدالة الاجتماعية كان من ضمن المبادئ التي أقيمت بناء عليها ثورة 23 من يوليو، ونتاجا لوجود هذا المبدأ أو هذه القيمة وجدنا بالتأكيد مجموعة من القوانين التي تم إصدارها بعد ذلك والمشروعات وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، كيف تطور هذا المفهوم على مدار السنوات؟ الحقيقه يعني هذا المفهوم مفهوم قوي جدا من البدايه، وده ظهر حتى في قانون الاصلاح الزراعي عندما تم توزيع الاراضي الضخمه التي كان يمتلكها فيها حوالي فئه النصف في المئه على فلاحي مصر واهليها بمعدل 5 أبدنة لكل اسره، فده حقق نوع من العداله الاجتماعيه قوي جدا. مجانيه التعليم، ودي نقطه مهمه جدا، لان نشوف كان يعني بنقول الاميه كانت قد ايه، وشوف النهارده عندنا كام جامعه في مصر، عدد يعني يفوق اعتقد 30 جامعه، فدي اعداد ضخمه جدا. ده في مجال التعليم. نيجي في مجال الصحه، ما كانش فيه مستشفى او في صحه او وحده صحيه في قريه، ومن كان يمرض ممكن ان يموت دون علاج. اما الان فهنا نحن نرى الحقيقه عمليه الاهتمام بالصحه والتأمين الشامل الصحي، والذي يتواجد الآن في عديد من المحافظات منها محافظات مدن القناة وسيناء تقريبا، يعني بالإضافة إلى محاولة انتشاره إن شاء الله ليشمل كل الجمهورية بالكامل. ونرى حتى في الاهتمام بالصحة، لأن هم دول الأساس، التعليم والصحة دول هم الأساس في بناء الشخص وبناء الإنسان. فحتى نرى الحملات الصحية، ولنا مثل قوي جدا وهو قضاء على فيروس سي الذي كان ياكل في كبد الشعب المصري، والحمد لله تمكنا من القضاء عليه تمام. الحقيقه كل ده الحقيقه بيؤكد على العداله الاجتماعيه، بالاضافه الى اهتمام الدوله الان بالعديد من المشروعات الخاصه بمحدود الدخل، وخاصه في المشروعات الوطنيه التي تتم عن طريق الوزارات المختصه، والتجميع الذي يتم لتوحيد الجهود بواسطه الجمعيات الاهليه لتقديم الدعم والعون لأبناء الوطن ممن يحتاجون إلى دعم. ونحن نرى
كان من كام يوم الزواج الجماعي الذي يتم في المحافظات. نعم. والاهتمام به حتى في شمال سيناء، مش يعني التي عاد اليها الاستقرار وتم القضاء فيها على الإرهاب. كل هذه الحقيقه مظاهر قويه جدا للحياه الاجتماعيه اللائقه التي يتمناها المصري. وطبعا برضو ده لسه هناك جهود اخرى ان شاء الله تكتمل مع الايام القادمه باذن الله. بالتاكيد اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء دكتور محمد زكي الالفي المستشار باكاديميه ناصر العليا، شكرا جزيلا لك.